ولادك زيهم الاكل التقليدي الفراخ واللحمه والحاجات دي، هنعمل اكله جميله ان شاء الله هتعجبهم، وكل اللي هياكل منها يشكرك عليها ان شاء الله. وهي اكله موفره وسريعه وتقدري تعمليها في اي وقت. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل وسلم وزد وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ازيكم حبايبي، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا جميعا بخير ان شاء الله. اكلتنا النهارده هي اكله سريعه وموفره زي ما انا قلت لكم، وهتعجبكم وتعجب اولادكم. معانا اللي هي الكبد والقوانص، هنعملها بطريقه جميله وجديده ان شاء الله هتعجبكم. انا معايا مقدار كيلو من الكبد والقوانص، تقدري انت تجيبي الكميه اللي انت حباها واللي انت عايزاها. انا فصلت بعد ما بتغسليها غسله كويسه بالطريقه اللي انت تحبيها، وكلكم اساتذه ما شاء الله عليكم. هتفصلي القوانص لوحديها والكبد لوحديها. القوانص في ناس بتقطعها وتسيبها من غير ما تديها سلقه كده على النار، لا انا بسلقها وبخليها تاخد سواها 3 ارباع سوا عشان ما تبقاش ناحيه فيها الزفاره وما تشدش معايا في الاكل، لان الكبده زي ما احنا عارفين ما بتاخدش معانا اي سوا، يعني سريعه في السوا بتاعها. فانا خدت الكبد والقوانص زي ما انتم شايفين، غسلتها غسله كويسه القوانص وسلقتها، وطبعا صفيت الشوربه بتاعتها انا مش محتاجاها، كل اللي انا خدته قطعتها بعد كده. طبعا كلنا في المطبخ عندنا المقص الخاص بالمطبخ، هنقطع بيه الكبد او بسكينه اللي انت حباه. وبعد كده الكبد برضو انا غسلتها زي ما احنا شايفين اهو، شطبتها شطفه حلوه. هنحط عليها المعلقه اللي احنا قلنا دي سحريه، هتخلي طعم الكبده معاكي لاول مره انت ايه هتدوقي الطعم ده. الخلطه دي يا جماعه اللي احنا بنعملها للبتنجان او للسمك او كده، ودايما بتبقى معانا في الثلاجه بتاعتنا او في الفريزر، خدي منها معلقه بدل ما تحطي عليها الثوم صحيح او كده، لا هي معلقه من دي، جربيها بالطعم ده او بالطريقه دي هتعجبكم جدا. انا كنت بجربها بلي نظام الثوم اللي هي بيبقى مدوق ده في ساعتها دي لوحدها، والفلفل لوحدي وما اعرفش، لا دي ما شاء الله جربتها لقيتها حلوه قوي والطعم بتاعها احلى. فاهم؟ هتحطي كميه مناسبه للمقدار اللي عندك، حطيها على الكبد بس. طبعا دي بتبقى عباره عن ثوم والتوابل بتاعتك اللي انت بتحبيها والفلفل الحامي بتاعك، وتضربيهم في الكبه او تعمليهم في الخلاط بيديكي دي. حطي بقى اللي انت عايزاه، قلت لكم زي ما قلت لكم التتبيله بتاعت السمك او تتبيله الباذنجان اللي احنا دايما بنحطها عندنا. باقي المكونات اللي معي طبعا انا عملت دي الاول قبل ما اقول لكم باقي المكونات عشان هركنها شويه تاخد من التتبيل عشان طعمها يبقى حلو، على بال ما نجهز الحاجه اللي احنا هنعملها. معايا طماطمتين كبار كده انا قطعتهم قطع صغيره زي ما احنا شايفين، ما تبشرهاش مش البشر مش هتبقى حلوه. فلفل زي ما احنا شايفين، ولو عندك فلفل الوان هيبقى احلى، ده فلفل رومي، ومعاهم واحد حامي حسب الرغبه، بس خلي فيها طعم سبايسي كده هيبقى طعمها احلى. كميه بصل، انا عباره عن بصلتين كبار، انت على حسب الكميه وعلى حسب ما بتحطي في الاكله بتاعتك بتحبي فيها البصل قد ايه. هنسمي الله ونشوف هنبدا بيه الاول. زي ما احنا شايفين حبايبي هنحط طاسه على النار، وبعدين هنحط فيها ماده دهنيه، انت براحتك بقى زيت مع سمنه زيت لوحدي اللي انت حباه، زي ما احنا قلنا اي ماده دهنيه عندك. اول حاجه هتسمي الله كده اهو، هننزل بالبصل. اول حاجه البصل زي ما احنا معانا اهو، انا هخليه يا دوب يدي لون، انا مش عايزاه يحمر مني ولا حاجه، انا بس عايزاه يدبل شويه وياخد مني لون بس. نقلب دقيقتين كده اهو زي ما احنا شايفين، ونشوف هنضيف ايه بعد كده. زي ما احنا شايفين احنا ضفنا بعد كده القوانص وضفنا الايه الفلفل. انا بختصر عليكم الفيديو عشان ما اطولش عليكم وقت. بصل اصفرت مني، وحطينا القوانص زي ما احنا شايفين، وبعد كده حطينا الايه حطينا الفلفل الاخضر اللي احنا مقطعينه. بعد كده انا هنزل ايه بالطماطم برده مقطعه صغير، كل ده يا دوب يعني في ثواني كل ده بيدبل معايا، ما بياخدش معاكي وقت. النار بتاعتي تخليها على ما تخليهاش واطيه، متوسطه كده بس مقربه للاعلى احسن. هنقلب كده دقيقه واحده ونشوف هنعمل ايه. هنبتدي بقى نتبل، هضيف ملح بسيط لان انا عندي في التتبيله اللي انا حطاها على الكبده زي ما احنا قايلين تتبيله السمك والباذنجان دي بيبقى فيها ايه؟ بيبقى فيها ملح. هحط شويه كمون معانا اهو، وهحط فلفل اسمر، حط التوابل اللي انت ولادك بيحبوها. الفلفل الاسمر احنا بنحبه فهزود شويه. عندك التوابل برده المشكله، انت حطي زي ما بيقول ايه التوابل دي براحتك، التوابل الكبده دي بتتباع لوحديها ممكن تستعمليها. اقلب كده، الريحه يا جماعه مش قادره اقول لكم عامله ازاي ما شاء الله. هنقلب كل ده مع بعض، هنشوف بقى الكبده بقى هنعمل فيها ايه. انا هخليها كده تاخد تدي مع بعضيها ونشوف هنعمل ايه دلوقتي. في طاسه تانية حطيت فيها شويه زيت صغيرين، وهنزل بالكبده بتاعتي اهو بالتتبيله لوحديها.
عشان لو حطيت عينيها مش هتديني الصدمه اللي انا عايزاها. هخليها ثواني وهنبتدي ايه نحركها مع بعض، ما تقلبيهاش على طول في ساعتها، استني عليها ثواني لغايه ما اللون بتاعها يبتدي يغير زي ما احنا شايفين لونها هيبتدي يغير اهو. هنبتدي احنا ايه نقلبها، هنستنى عليها ثواني بالظبط وبعد كده هنضيف الكبده على الخليط اللي احنا معانا هنا. ابتدى لونها يغير معانا زي ما احنا شايفين اهو. والصوص اللي نازل ده عباره عن التتبيله اللي احنا كنا متبلينها فيها. نديها بالظبط كده وهنضيفهم كلهم على بعض. ده الخليط معانا اهو اللي احنا شايفين عاملينه مع بعض. انا ده كده هطفي عليه وهضيفه على الكبده. جربوها بالطريقه دي يا جماعه هتعجبكم ما شاء الله، هتبقى حلوه زي ما قلت لك. اعمليها جنب رز بشعريه، اعمليها في سندوتشات للعيال، هيبقى طعمها حلو وهيبقى تغيير في نفس الوقت. نسمي الله كده بسم الله الرحمن الرحيم. هتضيف الاثنين بقى ايه على بعضيهم وتقلبيهم تقليبه حلوه. الكبده ما بتاخدش معانا وقت يا جماعه، تبتدي تقلبيهم بقى مع بعض بالظبط دقيقه واحده وهنطفي عليهم وهوريك هنقدمها ازاي. كده حبايبي خلاص انا هطفي عليها وهنغرف وهوريكم هتبقى ازاي. زي ما احنا شايفين يا حبايبي ادي شكل الكبد والقوانص معانا. جربوها زي ما قلت لكم بالطريقه دي هتعجبكم جدا ان شاء الله. وده الرز اللي قلت لك زي ما تقدميه بقى حبه مع الرز حبه تقدميه مع فينو، دي حاجه ترجع لك انت برده بالهنا والشفا. والافكار دي كلها ليكم، والتزيين بقى دي حاجه ايه ترجع لكم انتوا زي ما احنا قلنا. حبه تعمليها في سندوتشات كايزر للعيال، حبه تعمليها في الفينو او مع رز، بالهنا والشفا ليكم. والطعم والله والريحه بسم الله ما شاء الله. اتمنى تجربوها وتكتبوا لي رايكم في التعليقات، وبالف هنا وشفا ليكم. شكرا لحسن المتابعه.